بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو راح ألخص المحاضرات اللي أخذناها في أول أسبوعين في مادة الفسيولوجي. أول محاضرة عرف لنا الدكتور شو يعني فسيولوجي، هو عبارة عن دراسة النورمال فانكشن اوف ذا اورجانز. بعدين طرح علينا سؤال وات از ذا موست امبورتنت سيستم ان ذا بودي. قبل الإجابة على هذا السؤال حط لنا مجموعة من المعايير اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار حتى نقدر نصنف الأجهزة الموجودة في جسم الإنسان حسب الأهمية. أول معيار كان البروتكشن، هل السيستم محمي عن طريق العظام ولا لا؟ ثاني معيار كان الريجنريشن، ثالث معيار النمبر اوف اورجانز مثل الكليه، انت في عندك كليتين في الجسم وليس كليه واحده، فهذا يعني انه الرينال سيستم اهم من اجهزه اخرى. اخر شيء قام بترتيب السيستمز الموجوده في جسمنا بهذه الطريقه، النيرفس سيستم اهم من الريسبيراتوري سيستم، والريسبيراتوري سيستم اهم من الكارديوفاسكولار والى اخره، يعني هي ما كانت محاضره مهمه وما نعمل لها تفريق، عشان هيك هي اهم الموضوعات او اهم الافكار اللي اخذناها فيها. بالمحاضرة الثانية أيضا طرح سؤال وجاوب عليه. If there is no medical treatment, are we going to die? لا. طب ليش لا؟ لوجود ثلاثة أسباب. هذول الثلاث أسباب سموهم الـ control systems of the human body. أول control system عندنا هو الـ genetic control، يتمثل في الجينوم الموجود في الـ DNA. ثاني control system هو الـ instinct، الغرائز الموجودة في جسم الإنسان. الغرائز أعطانا أربع مثال عليها. الفود، الديفنس، اللاب موجودين في الذكر والأنثى، والماتيرنتي موجودة فقط في الأنثى. ثالث شغلة في الكنترول سيستمز هي الهوميوستاسيس اللي هي موضوع المحاضرة الثالثة. قبل ما نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل، بالبداية بدنا نحكي شوية حقائق عن الخلايا. أول حقيقة عن الخلايا، عددهم في جسم الإنسان كبير جدا، تقريبا 100 تريليون. اوكي 100 تريليون. ثاني حقيقة إنه هذا العدد الكبير من الخلايا يشترك في عدة شغلات. أول شغلة بيشتركوا فيها إنهم بأخذ الأكسجين والنيوتريانتس as a food. ثاني شغلة بيشتركوا فيها اللي هي طريقة إنتاج الطاقة متشابهة. ثالث شغلة بيشتركوا فيها الإند برودكت، كلهم بيعملوا إند برودكت. أوكي. ورابع شغلة بيشتركوا فيها أغلبهم عندهم قابلية للتكاثر reproduce. أوكي. ثالث حقيقة all cells live in the same environment. حتى نفهم هذا الإشي، حتى نفهم إنه كيف هذا العدد الهائل من الخلايا بعيش في نفس الوسط او في نفس المحيط، لازم نحكي عن الهوميوستاسيس. هلا حتى نفهم موضوع الهوميوستاسيس راح نقسمه لخطوات. اول خطوه بدنا نفهم السوائل في جسم الانسان كيف بتتوزع. نحن دائما بنحكي انه جسم الانسان 70% منه او 75% تكون من الماء. هذا النسبه من السوائل بتتوزع على مكانين اساسيين، المكان الاول بسموه انتراسيلولر والمكان الثاني بسموه اكستراسيلولر. انترا يعني داخل، سيلولر يعني خلايا، فانترا سيلولر يعني داخل الخلايا، والاكسترا سيلولر يعني خارج الخلايا. الانترا سيلولر كنسبة له ثلثين، يعني ثلثين السائل او الفلويد الموجود في جسم الانسان موجود داخل الخلايا، بينما ثلث اللي تبقى موجود خارج الخلايا. والاكسترا سيلولر قسموه الى قسمين، انترستيشيال بين خلوي، اوكي، وانترا باسكولار داخل الاوعية. ف حتى نقدر نفهم هذا الموضوع رح نتدرج فيه شوي. يعني أول خطوة حتى تفهم من الهوميوستاسيس بكل بساطة أنك تعرف كيف السوائل بتتوزع بجسم الإنسان، لأنه الأيونز والشغلات هي كلها بتكون دايبة في السوائل. فيعني السوائل هي المسؤولة عن التبادل والكوميونيكيشن، يعني لما الأيون يكون دائب بالسائل بنتقل من الانترافاسكولار لانترستيشن، انترستيشن لانتراسيلولار، وحسب الكونسنتريشن جريدنت وهالقصص هي. فعشان نفهم كيف بصير في توازن بين هاي الشغلات لازم نعرف كيف السوائل بتتوزع. حكينا انه داخل الخليه في عنا تقريبا ثلثين، طب شو بسموهم؟ بسموهم انتراسيلولر، وخارج الخليه اكستراسيلولر اللي هو ثلث واحد، بقسموه لقسمين انترستيشيال بين الخلايا وانترافاسكولار. بس ثاني خطوه لفهم هذا الموضوع بدنا نشوف شو هو التعريف تبع الهوميوستاسيس. هو عباره عن تو كيب ذا انترنال انفايرمنت كونستانت. طب شو يعني انترنال انفايرمنت؟ نرجع للصوره هي. هلا لما يكون في عندنا جزء من السائل موجود داخل الخلايا، هذا الجزء راح يضل داخل الخلية، ما راح يلف ويطلع يروح لكل مكان في الجسم. اوكي، فخلوه على جنب. هلا الجزء الثاني من هذا السائل اللي هو الاكسترا سيلولر، هو الجزء اللي راح يلف في كل جسم الانسان، سيركيوليتنج اول ذا بودي. فاعتبروا الانترنال انفايرمنت هو نفسه الاكسترا سيلولر، تمام. فالهوميوستاسيس از تو كيب ذا انترنال انفايرمنت اللي هو نفسه الاكسترا سيلولر كونستانت. ليش طيب اعتبروا الاكسترا سيلولر ما اعتبروا الانترا سيلولر؟ لانه الاكسترا سيلولر هو اللي بلف سيركيوليتنج اول ذا بودي. اوكي، هلا كيف بدنا نحافظ على التوازن تبع الاكسترا سيلولر انفايرمنت؟ عن طريق ثلاثه شغلات. اول شغله سا
سبلاير سيستمز، ثاني شغله ريموفال سيستمز، وثالث شغله ريجوليترز. رح نحكي عنهم واحده واحده باختصار. سبلاير سيستمز هم ثلاثه شغلات بزودونا بالامور اللي بيحتاجها الجسم تبعنا. ريسبيراتوري سيستم بزودنا بالاكسجين، الجاسترونتستينال تراكت بزودنا بالطعام، الليفر بخزن الاكل وبيعمل عليه شويه موديفيكيشن تعديلات. ريموفال سيستمز في عندنا الكليه بتطلع اليورين وبتطلع الالكترولايت. الريسبيراتوري سيستم بيطلع السي او 2، والجاسترونتستينال تراكت بيطلع الشغلات اللي ما قدرت الكليه او الريسبيراتوري سيستم انه يطلعوها. ريجوليترز جسم الانسان يتم التحكم به عن طريق جهازين، تو سيستمز، النيرفس سيستم والاندوكراين سيستم. النيرفس سيستم بدك تعرف بكل بساطه انه يتكون من ثلاثه اجزاء، سي ان اس سنترال نيرفس سيستم، سنسوري وموتور. هذول الثلاث اجزاء بتعاونوا مع بعض بالشكل التالي، يعني مثال جدا بسيط. سنسوري عباره عن ريسبتر، اوكي، يقوم بارسال رساله الى السنترال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم يقوم بترجمه هاي الرساله وبيبعث الامر او رساله ثانيه عن طريق الموتور نيرفز للاعصاب، للقلب، للمكان اللي بده اياه حتى يقوم باكشن معين كرد فعل، اوكي. هذا هو النيرفس سيستم بكل بساطه. الاندوكراين عباره عن افراز هرمونات، الهرمونات تقوم بدور كبير يعني في حياتنا، بتتحكم بكثير شغلات. هيك بنكون خلصنا المحاضره هاي. هلا المحاضره الرابعه عندنا عباره عن شويه امثله عن الهوميوستاسيس. اول مثال، طبعا كل هدول الامثله بشكل عام بدك تعرف كيف الهوميوستاسيس بحافظ على توازن الجسم لما انا اكون في حاله الريست غير لما انا اكون في حاله الاكشن او اكون عم بعمل اكسرسايز او شيء معين. فالفرق بين هدول الحالتين او بين هدول الوضعين للجسم، الهوميوستاسيس هو اللي بتحكم فيه، هو اللي بخليني احافظ على حياتي، اوكي. مثل مثلا اول مثال في عندنا الاوتو، الاكسجين. لما اكون جالس او اترست كمية الاكسجين اللي باخذها بتكون قليلة مقارنة بإني لما اعمل نشاط معين. هلا لما اكون بعمل نشاط معين، كيف جسم الانسان رح يحصل اكسجين زيادة؟ عن طريق شغلتين، يا بعمل هايبر فنتليشن، زيادة في التنفس، او عن طريق الهوميوغلوبين، اوكي. هلا هذا المركب بربط فيه اربع ذرات اكسجين، في الحالة الطبيعية بيعطينا ذرة اكسجين واحدة اترست، بينما لو صار في احتياج فجائي للاكسجين بيعطينا كل الاكسجين الرابط فيه. فهاي طريقة اللي من خلالها الهيموستاسيس بحافظ على مستوى الاكسجين بحيث يكفي جسم الانسان سواء كان اترست او ات اكسرسايز او شو ما كان بيعمل. هلا المثال الثاني ريجوليشن اوف سي او 2. السي او 2 عبارة عن توكسيك ماتيريال اند برودكت لمعظم الخلايا. تراكمه في جسم الانسان شيء خطير. هلا اذا تراكم في جسم الانسان بكل بساطة بصير في عندنا هايبر فنتليشن، والرئتين بتنفس الانسان بشكل اسرع عشان يطلع السي او 2. بس هي كل الموضوع. هلا البلد بريشر بدك تعرف انه في ثلاث شغلات بتحكموا فيه، البارو ريسبتر، الانجيوتنسين سيستم، والرينال سيستم. انا بس راح احكي عن البارو ريسبتر بشكل جدا مختصر. في عندنا بهاي الصوره القلب، اوكي، هذا هو الارش اوف ذا ايورتا. في الارش اوف ذا ايورتا في عندنا شيء اسمه البارو ريسبترز او بسموهم ستريتشنج ريسبترز. لما يزداد الضغط بصير في عندنا ستريتش في الايورطه، هذا الستريتش يؤدي الى تحفيز هذه المستقبلات بحيث انها بتقوم بارسال اشاره الى الفازوموتور سنتر اللي هو بتحكم بالبلد بريشر. هذا الفازوموتور سنتر بيستقبل هاي الاشاره، هاي الاشاره شو بتحكي له؟ يا فازوموتور سنتر نحن في عندنا زياده في البلد بريشر، يا ريت تخليه يقل. فالفازوموتور سنتر بكل بساطه بيقوم بارسال اشاره الى القلب، زيد او عفوا قلل الهارت ريت، اوكي، قلل معدل النبض تبعك. لما يقل معدل النبض تبع القلب البلد بريشر تلقائيا بقل. فالموضوع تبع البارو ريسبترز بسيط جدا، زاد النبض البارو ريسبترز هي راح تشتغل. كيف راح تشتغل؟ بصير في عندي ستريتش في الايورطة، هذا الستريتش بحفز المستقبلات تبعت البارو ريسبتر انها ترسل اشاره للفازوموتور سنتر، والفازوموتور سنتر بيرد بيرسل اشاره للقلب لتقليل الهارت ريت، اوكي. بس نكبر شوي رح ناخذ هذا الموضوع بتفصيل اكبر بكثير، بس بالوقت الحالي هذا الشيء كافي. اخر مثال عن الهوميوستاسيس، حكينا انه الاكسترا سيلولر فلويد هو نفسه الانترنال انفايرمنت، فلازم احافظ على هذا المكان، على الاكسترا سيلولر فلويد النورمال رينج. شو هم النورمال رينج؟ يعني رح نشوفهم بالامثله التاليه، بس الدكتور حكى لنا ضروري كثير انه نعرف هاي الارقام، اوكي.
تمبرتشر الحرارة، حرارة جسم الإنسان الطبيعية بتكون 37، جسم الإنسان قادر إنه يتحمل زائد 7 وناقص 7. كيف طيب؟ عن طريق الهوميوستاسيس، بس لفترة زمنية قليلة جدا، يعني مش عطول. أوكي، يعني 37 ارتفعت شوي لفترة طويلة ممكن تضر فيك بشكل جدا كبير، بينما لفترة بسيطة من الزمن الجسم قادر إنه يتحمل هاي الزيادة في درجة الحرارة. شو الأشياء اللي بخلينا نتحمل ويخلي في عنا هذا الرينج الهوميوستاسيس؟ أوكي، البي اتش طبيعيا في الدم بتكون 7.4، زيادة أو نقصان بمقدار نصف درجة الجسم قابل يتحمله. شو الأشياء اللي بخلينا نتحمل هاي الرينج؟ يعني شو الأشياء اللي بخلي في عنا النورمال رينج هو الهوميوستاسيس. أوكي، نفس الأشياء بالنسبة للجلوكوز، بس الجلوكوز بدك تعرف عنه شغلة كتير مهمة. هلا هو من 85 ل 100 زياده ممكن يزيد قد ما بده، يعني ممكن يوصل 400 500 ما في مشكله، الانسان بضل عايش بس بيكون في خطر عليه. بينما لو نقص ل 40، يعني نقص شوي مو كتير، 40 50 يمكن يموت مباشره. فهي المعلومه خلوها دائما في بالكم، الدكتور حكى انها كثير مهمه. البوتاسيوم نسبته 3.8 ل 5، نقصان يعني بمقدار النصف حكى، لانه بيعمل باراليسز يعني اضمحلال في كل العضلات في جسم الانسان مما يؤدي الى الوفاه. بينما زياده يعني بمقدار الضعف بتخلي ديبريشن اوف ذا هارت مسل. اوكي، الكالسيوم الرينج تبعه من 1 الى 1.4، اذا الكالسيوم نقص بمقدار النصف بصير في عندنا تيتانيك كونتراكشن. ضروري نعرف الامثله، ضروري نعرف النورمال رينج، ضروري نعرف الاوبتيمم رينج. شو يعني الاوبتيمم رينج؟ يعني مثلا تمبرنتشر 37، البي اتش 7.4، الجلوكوز من 85 ل 100 عادي انه يزيد، خطر انه يقل، البوتاسيوم من 3.8 ل 5 اذا قل شو بصير، اذا زاد شو بصير، نفس الشيء الكالسيوم. اوكي، ننتقل للموضوع التالي اللي هو النيجاتيف اند بوزيتيف فيدباك. اول شيء راح نقارن بيناتهم، ثاني شيء راح احكي شوي عن البوزيتيف فيدباك. كمقارنه خلينا بالبدايه نشوف التعريف تبع كل واحده فيهم. نيجاتيف فيدباك هي عباره عن سيريس اوف تشينجز ذات ريتيرن ذا فاكتور تو ورك. ركز على هي الكلمه ريتيرن، اعاده. بوزيتيف فيدباك انيشيتنج ستيمولس كوز مور اوف ذا سيم. يعني بالنيجاتيف فيدباك لما يصير في عندي ديكريز، النيجاتيف فيدباك شو بتعمل؟ انكريز. لما يصير في عندي انكريز بتعمل ديكريز. اوكي، بينما بالبوزيتيف فيدباك اذا صار في عندي انكريز بصير في عندي زياده، يعني انكريز بيعمل انكريز. اوكي، وديكريز بيعمل ايضا ديكريز وديكريز بزياده، وهذا الشيء رح نشوفه لقدام شوي اكثر واكثر. الشغله الثانيه اللي نقارن بيناتهم انه النيجاتيف فيدباك بيعمل بروموت ستابيليتي، بينما البوزيتيف انستابيليتي، عدم استقرار. النيجاتيف فيدباك موست سيستمز بيشتغلوا بالنيجاتيف فيدباك، حتى الدكتور حكى لنا اول سيستمز، وراح اوضح هذا الشيء لقدام شوي كيف انه كل الجسم بيشتغل على النيجاتيف فيدباك. بينما البوزيتيف فيدباك فيو سيستمز. هلا شوية معلومات إضافية عن البوزيتيف فيدباك، إنه بسموه فيشس سايكل، فيشس بالعربي يعني خبيث يعني قاتل. هاي العملية تبعت البوزيتيف فيدباك بدك تعرف إنها مش كويسة، خطيرة، ممكن تؤدي للوفاة كله. أوكي؟ في كمان شغلة لازم نعرفها إنه مايلد باي نيجاتيف. كيف يعني مايلد باي نيجاتيف؟ مثل المثال اللي طرحه الدكتور في المحاضرة، لو إنسان خسر 2 لترز أوف بلاد رح يموت، ليش؟ لأنه رح يصير فيه بوزيتيف فيدباك. بينما لو خسر لتر واحد من الدم رح يضل عايش. كيف طيب؟ هلا اول ما يخسر لتر من الدم النيجاتيف فيدباك بتبلش تشتغل، اذا النيجاتيف فيدباك قدرت تتحمل هاي الخساره الانسان بضل عايش وبصير في نيجاتيف فيدباك. اذا النيجاتيف فيدباك ما اشتغلت وما قدر الجسم يتحمل هاي الخساره من الدم مباشره بصير في عندنا بوزيتيف فيدباك. اوكي، و2 لترز من الدم لما ينقصوا رح يضل في عندنا 3 لتر، لانه كميه الدم في جسم الانسان 5 لتر، فلما يخسر 2 لتر رح يضل 3 لتر، 3 لتر غير كافي لتغذيه عضله القلب، فعضله القلب ما رح تضخ دم بشكل مناسب، فرح يصير في عندنا نقصان بالدم، والنقصان تبع الدم رح يؤدي الى زياده نقصان في الدم. اوكي؟ المثال يعني في صوره بالكتاب بتوضح بشكل جدا بسيط، بس اتذكر دائما انه البوزيتيف فيدباك ما بتبلش الا اذا النيجاتيف فيدباك ما اشتغلت. تمام، فانا لما اخسر دم في جسم الانسان لازم يكون في عندي نيجاتيف فيدباك في البدايه، ما اشتغلت اوكي خلاص اكلت هواء وراح تموت، والبوزيتيف فيدباك هي اللي بتشتغل. في عندنا ثلاث امثله عن البوزيتيف فيدباك، تمام، بس لما بدي احكي عن هاي الامثله بدي اوضح كيف انه كل الجسم بيشتغل بالنيجاتيف فيدباك. يعني بدك تعرف انه البوزيتيف فيدباك عباره عن خطوه بسيطه ضمن اطار كامل من النيجاتيف فيدباك.
يعني السيتويشن الحاله كلها عباره عن نيجاتيف، بس جزء بسيط من هاي الحاله او خطوه من هذه الخطوات الموجوده في هاي الحاله هي عباره عن نيجاتيف. كيف يعني؟ الولاده، المراه الحامل لما بدها تولد اول شيء بصير في عندها كونتراكشن في اليوترس في الرحم. هذا الانقباض بالبدايه بيكون متباعد، يعني بنقبض الرحم بعد 3 ساعات بصير انقباض اخر، تمام. الانقباض الثاني بيكون بعد 3 ساعات، الانقباض الثالث يمكن بعد ساعة، والانقباض الرابع بعد اقل، تمام. فانقباض ادى الى انقباض اخر، والانقباض الاخر ادى الى انقباض اخر، فكل انقباض بيؤدي الى انقباض اخر بيكون اشد واقوى والم اكثر. كيف هذا هو يعني تشتغل عن طريق البوزيتيف فيدباك. كيف يعني؟ كل انقباض ادى الى انقباض اخر والم زياده، تمام. بس ان اوفر اول هي عباره عن نيجاتيف فيدباك. كيف يعني ان اوفر اول نيجاتيف فيدباك؟ هلا المراه قبل 9 اشهر ما كانت حامل، صارت حامل، اوكي. الوضع الطبيعي انها ما تكونش حامل، يعني النساء مش دائما بيكونوا حوامل، اوكي، فتره معينه من حياتها بتكون حامل. فالوضع الطبيعي انه بالرحم ما كان في ولد، بعد 9 اشهر لازم هذا الولد يطلع، اوكي. فالسيتويشن تبع الولاده انه في ولد جوا الرحم لازم يطلع برا الرحم، هذا هو عباره عن نيجاتيف فيدباك. ولد جوا الرحم لازم يطلع برا الرحم، هاي نيجاتيف فيدباك. هلا الطريقه اللي بحدث فيها هذا الشيء اللي هو عن طريق الولاده الكونتراكشن وكونتراكشن بزياده، هذه عباره عن بوزيتيف فيدباك، تمام. فعشان تكون الفكره جدا مختصره وما اضل اعيد واعيد واعيد بالكلام، البوزيتيف فيدباك عباره عن خطوه بسيطه ضمن اطار كامل من النيجاتيف فيدباك. بس المثال الثاني عباره عن البلود كلوتينج، تكون الخثره. لما بده يصير في عندنا كلوتينج للبلود في تقريبا 13 فاكتور 13 عامل بيشتغلوا في هاي الشغله، كل عامل يؤدي الى تحفيز العامل اللي بعده، اوكي. فكل واحد بحفز اللي بعده، فصار في عندي initiating stimulus cause more of the same، اوكي. التعريف طبقناه، فكل عامل بحفز العامل اللي بعده لغايه تكون خطره، تمام. هذا الخطوة تبعت البوزيتيف فيدباك. طب شو التصور العام الاوفر اول تبع البوزيتيف؟ انه انا في عندي جروح وهذا الجروح لازم يتسكر، اوكي. جروح لازم يتسكر، هي عبارة عن نيجاتيف فيدباك تتم عن طريق خطوة من البوزيتيف، تمام. جنريشن اوف نيرف سيجنالز رح ناخذه بالاكشن بوتنشال، رح ناخذ بالاكشن بوتنشال انه اول خطوه بصير في عندنا انفلكس اللي هو عباره عن دخول للصوديوم. اول دخول للصوديوم بيكون بسيط، اول ما يدخل الصوديوم مباشره بصير في دخول زياده للصوديوم، يعني كل دخول يؤدي الى دخول زياده وزياده وزياده لحد ما الاكشن بوتنشال يبلش، تمام. فاول دخول ادى الى زياده الدخول للصوديوم، فهي عباره عن خطوه البوزيتيف فيدباك. طب شو الاوفر اول؟ مثل ما حكى الدكتور، مثلا بتكون قاعد في المحاضره، اوكي. هلا انت دخلت على المحاضره، لما بدك تطلع منها بعد ساعه كامله، هذا الشيء اللي بده يخليك تطلع من المحاضره، انت بدك اكشن بوتنشال. فعشان يتكون اكشن بوتنشال يعني بتكون عن طريق بوزيتيف فيدباك، اوكي. باختصار هدول الامثله الثلاث هم عباره عن بوزيتيف فيدباك، ان اوفر اول نيجاتيف فيدباك. كيف يعني ان اوفر اول نيجاتيف فيدباك؟ بس بدك تتخيل السيتويشن بشكل جدا كبير، اوكي. بس هاي الصوره عباره عن مثال عن البوزيتيف والنيجاتيف، بس حكيت كثير عنهم، انا اتوقع بكفي. اخر محاضرتين، المحاضرة الخامسة أخذنا فيها إشي اسمه الجين ثيوري. عشان نفهم هذا الموضوع هو عبارة عن شوية منطق وشوية رياضيات، أنا أحاول قدر الإمكان أختصره عشان ما أطول كتير. التعريف الجين ثيوري عبارة عن measure of the effectiveness of a feedback system turning the hemostasis into numbers، يعني هي عبارة عن طريقة لقياس فعالية الفيدباك. كنا حكينا قبل شوي عن الفيدباك، هلا هاي الفيدباك شو فعاليتها؟ هل هي فعالة ولا مش فعالة؟ يعني في function فعال ولا مش فعال، نورمال ولا مش نورمال، كله هذا عن طريق الجين ثيوري، اوكي. اول شيء نشوف القانون تبعها. الجين عباره عن كوركشن على ايرور، بدنا نفهم شو يعني كوركشن، بدنا نفهم شو يعني ايرور، بعدين رح ناخذ مثال، واخر شيء رح نحكي شو يعني جين، يعني ان شاء الله بكون الموضوع كله تمام. هلا الكوركشن كمنطق هي عباره عن هايدنج وايل نورمالي فانكشنينج. شو يعني؟ يعني الكوركشن عباره عن اخفاء للابنورمال، اوكي. بس خلص اتذكر كلمه هايدنج، بعد شوي لما نشوف المثال راح تفهم الموضوع بشكل جدا بسيط. كوركشن يعني هايدنج، والايرور كودنت هايد، اوكي. كوركشن يعني هايدنج والايرور كودنت هايد، فروم شوطه يعني اخفاها عن ايش او ما ادري اخفيها عن شو، فروم انورمال فاليو.
الكوركشن عبارة عن هايدنج والإرور كودنت هايد فروم انورمال فاليو. رياضيا الكوركشن يساوي فرق. هلا راح نشوف فرق بين مين ومين. والإرور رياضيا ايضا بيساوي فرق. طب خلينا نشوف. كوركشن عبارة عن الفرق بين القيمة اللي قسناها لما كان الفانكشن طبيعي والقيمة اللي قسناها لما كان الفانكشن مش طبيعي. كيف يعني؟ لما نشوف المثال رح يوضح هذا الاشي. بس بدي اياك تتذكر انه الكوركشن عبارة عن اخفاء والإرور عبارة عن كودنت اخفاء. كما قدرنا نخفي كودنت هايد. تمام. طب من شو يعني من ايش بدك تخبيه؟ من نورمال فاليو. اوكي. الكوركشن رياضيا عباره عن ديفرنس بتوين شو؟ بتوين القيمه اللي قسناها لما كان الفانكشن نورمالي والقيمه اللي قسناها لما كان الفانكشن نوت نورمالي او نوت فانكشن اصلا. الايرور رياضيا عباره عن ديفرنس. طب ديفرنس بتوين مين ومين؟ بتوين ذا نورمال فاليو اند ذا فاليو ذات ميجرد وايل فانكشنينج نورمالي. اوكي. خلينا نشوف مثال عشان يكون الامور واضح جدا. بالبدايه المثال موجود في الكتاب طبعا والدكتور شرحه في المحاضره. لما يكون في عندي البلد بريشر طبيعيا كيف يعني بغالب البشر او مفروض يكون عباره عن 100. اوكي. هلا جبنا مريض معين قسنا له الضغط تبعه لما كان البار ريسبتور فانكشن لقيناه 125، ونفس المريض قسنا له الضغط تبعه لما كان البار ريسبتور نت فانكشن لقينا الضغط 175. اوكي. هلا اتذكر معي شو تعريف الكوركشن شو تعريف الايرور. حكينا انه الكوركشن عباره عن هايد ورياضيا عباره عن ديفرنس بين مين ومين؟ بين القيمه اللي قسناها لما كان في فانكشن طبيعي والقيمه اللي قسناها لما كان الفانكشن مش طبيعي. فالكوركشن عباره عن 175 ناقص 125. وما تهتم للاشارات. بالكتاب راح تشوف موجب وراح تشوف سالب وابصر شو هذا الشيء الدكتور حكى ما تهتم فيه. الإشارات مش مهمة. يعني إشارة سالب بس إنه في ديجريز، وإشارة بوزيتيف يعني إنه في زيادة، بس ما تهتم فيهم. هيك الدكتور حكى. فالكوركشن عبارة عن الفرق بين القيمتين اللي قسناهم لما كان في فانكشن نورمالي ولما كان الفانكشن مش نورمالي. الإيرور حكينا إنه عبارة عن الفرق بين النورمال فاليو القيمة الطبيعية أوكي والقيمة اللي قسناها لما كان الفانكشن طبيعي. تمام. فعبارة عن 125 ناقص 100. أوكي. فطلع معانا الجين عبارة عن correction error طلعت 50 على 25 فيساوي 2. طب شو يعني 2؟ What is the meaning؟ الجين عبارة عن ratio عبارة عن نسبة. لما أحكي 2 يعني 2 على 1. أوكي. شو يعني 2 على 1؟ يعني 2 correction أو 1 error. طيب مش فاهم شو يعني. لما يصير في عنا زيادة بمقدار 3 درجات أوكي. When there is an increase 3 units زيادة عن النورمال كل 2 units راح يصير لهم correction. كل unit مش يعني 2 units من هدول الثلاث راح يصير لهم correction ويونت واحدة راح تضل error. طب من وين جبت الثلاث؟ الثلاث عبارة عن جمع هدول الرقمين يعني 1 زائد 2 يساوي 3. اوكي. انا صار في عندي زيادة غير طبيعية الفيدباك قدرت تعمل correction قدرت تخفي شغل ثنتين يعني 2 units من هاي الزيادة قدرت تخفيها ويونت واحدة ظلت ايرور ما قدرت تخفيها. تمام. خلينا نطبق هذا الكلام عن تمبريتشر. بالكتاب مكتوب انه الجين تبع تمبريتشر عبارة عن 33 على 1. شو يعني 33 على 1؟ يعني 33 كوركشن و1 ايرور. طيب شو يعني؟ يعني لكل 34 من وين جبت ال 34؟ طيب عبارة عن 1 زائد 33. كل 34 يونت زيادة في درجة الحرارة الفيدباك تبع جسم الانسان لديه القدرة على تصحيح correction ل 33 وحدة بينما بضل يونت وحدة ما بقدر اصلحها. اوكي. فخلينا نراجع الموضوع بشكل جدا بسيط. الجين ثيوري تعريفها عبارة عن قياس فعالية الفيدباك. اوكي. القانون تبعها جين بتساوي الكوركشن على الايرور. طب شو يعني كوركشن؟ كوركشن يعني الاشي اللي قدر يعمل له هايد قدر يخفيه، والايرور الاشي اللي ما قدر يخفيه. كونكشن رياضيا عبارة عن الفرق بين القيمتين اللي قسطهم في حالة كان الفانكشن طبيعي والقيمة اللي قسطها في حالة الفانكشن ما كان طبيعي. الايرور عبارة عن الفرق بين النورمال فاليو والقيمة اللي قسطها لما كان الفانكشن طبيعي. بتاخذ هذول القيمتين بتقسمهم مع بعض بيطلع عندك شيء اسمه جين. شو يعني جين؟ عبارة عن ريشيو عبارة عن نسبة. لما احكي 2 على 1 يعني 2 كوركشن 1 ايرور. طيب شو يعني؟ يعني لكل ثلاثة قيم الكل من وين جبت الثلاث؟ عبارة عن 1 زائد 2.
بسيطة، في كل ثلاثة قيم زيادة عن النورمال الكوركشن الفيدباك بيقدر يعمل كوركشن لقيمتين منهم، وقيمة واحدة ما بيقدر يعملها كوركشن بتضل ايرور. اوكي، اتوقع هيك الموضوع واضح باذن الله تعالى. اخر شغله اخذناها بالمحاضره الخامسه كانت عن شيء اسمه ادابتيف كنترول سيستم، بس اقرا التعريف تبعها قراءه. فيد فورورد كنترول هو شيء بيشتغل فيري فاست، يعني لما تتعرض لخطر معين ل سيتويشن فيري دينجرس، الشيء اللي بتعامل مع هذا الوضع اسمه ادابتيف كنترول سيستم. بس يعني الدكتور ما طلب اكثر من التعريف. اوكي، المحاضره السادسه اخذنا فيها ثلاثه مواضيع، سيل ستراكشر، سيل ميمبرين، ترانسبورت ميكانيزم. هذول ثلاث مواضيع، اول موضوع فيهم حكينا عنهم كثير بالهيستولوجي، فمش راح احكي عنهم يعني تفاصيل هون، بس يعني كمنشن. اول شغله سيل كونسيست اوف ا نيوكليوس، نواه سراوندد باي نيوكليير ميمبرين، سيتوبلازم سراوندد باي بلازم ميمبرين. يعني انا في عندي خليه جواتها نواه، حوالين النواه في سيتوبلازم، والسيتوبلازم محاط بسيل ميمبرين. بس شو في جوات السيتوبلازم؟ في خمس شغلات، ووتر وايونز وبروتينز وليبيدز وكربوهيدرات. بس بدك تعرف البروتينز لهم ماني فانكشنز، الكربوهيدرات الفانكشن الاساسي تبعهم اللي هو اتاتشمنت بتوين سيلز. اوكي، بعدين حكينا عن شويه اورجانيلز موجوده جوا الخليه، الانتبلازميك ريتيكولم، يعني بنعرف انها بروتينز وليبيدز، الجولجي ابريتس، سلايزوزومز، الشغلات كلها اخذناها وين؟ بالهيستولوجي، وراح يكون في عنها فيديو يعني اكيد. اوكي، السيل ميمبرين بدنا نعرف عنه انه thin pliable، pliable يعني لين. اوكي، and almost entirely made of proteins and lipids. The lipid bilayer impedes، يعني impedes يعني تمنع water penetration. cell membrane proteins are of two types، integral and peripheral، ما نعرف هذا الاشي، وانه لهم functions كثيرة. بس هلا بدنا نحكي عن الموضوع الاساسي اللي هو transport mechanism. خلينا يعني نكون فاهمين الموضوع بشكل جدا بسيط. انا في عندي خليه، هي الخليه محاطه بسيل ميمبرين، هذا السيل ميمبرين بيسمح لبعض المواد بالمرور بسهوله، وفي مواد ما بيسمح لها تمر بسهوله. بس هلا ذا ليبيد باي لاير بريفنت ميكسينج اوف اكسترا سيلولار فلويد اند انترا سيلولار فلويد، ووتر اند ووتر سوليبل سبستانسز كانت موف فريلي ثرو ات، ليبيد سوليبل سبستانسز موف فريلي. اوكي، حكينا انه في شغلات السيل ميمبرين بخليها تمر بسهوله اللي هي الليبيد سوليوبل، بينما في شغلات ما بخليها تمر بسهوله. شو هي؟ الووتر ايونز اند ووتر سوليوبل، يعني ووتر وايونز ووتر سوليوبل سبستانسز ار ترانسبورتد ثرو بروتينز شانل بروتينز اند كاريز. الليبيد سوليوبل ما بدها فيزا كارد، خلص بتمر لحالها، بينما الووتر والايونز والووتر سوليوبل بدها فيزا كارد عشان تعدي. الفيزا كارد تبعها اللي هو عباره عن شانل بروتينز وكاريز. هذا الموضوع ممكن احكي عنه 10 ايام، ممكن احكي عنه بدقيقتين، فراح احكي عنه بشكل بسيط من خلال هذول الصورتين. اول صوره بدك تعرف انه في عندنا نوعين من النقل عبر الخليه، we have two kinds of transport through the cell membrane. اول نوع بنسميه diffusion او passive transport، ثاني نوع بنسميه active transport. هاي المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه انه الباسيف ترانسبورت يقسم الى قسمين او في طريقتين، الطريقه الاولى سمبل، الطريقه الثانيه فاسيليتد. السمبل ديفيوجن تقسم الى قسمين، دايركتلي مباشره او ثرو شانلز. تمام، الطريقه الثانيه تبعت السمبل، عفوا الطريقه الثانيه تبعت الديفيوجن او الباسيف ترانسبورت اللي هي الفاسيليتد ديفيوجن ثرو كاريرز. اوكي، هلا بدي شغلة تحطوها حلقة في دانكم، لما تسمع كلمة كارير مباشرة تذكر ساتوريشن. شو يعني ساتوريشن؟ يعني إشباع. بعد شوي راح أوضح هذا الإشي، بس خلص كارير مباشرة أربطها مع كلمة ساتوريشن، ما تنسى هذا الإشي أبدا، كارير ساتوريشن. أوكي، فالباسف ترانسبورت عبارة عن طريقتين، أو يعني فاسيليتد ديفيوجن بيكون عن طريق الكارير، بينما السمبل ديفيوجن يا دايركتلي يا عن طريق شانل البروتين. هلا الأكتيف ترانسبورت only through carriers، فهذا الاشي جدا مهم دائما، يعني الدكاتره بيركزوا على الفروقات. فشو الفرق بين الباسف والاكتف؟ الباسف ما بده طاقه، الاكتف بده طاقه، هذا الشيء حنشوفه بالصوره الثانيه، بس حبيت بهاي الصوره احكي عن الشغلات الواضحه، انه simple diffusion directly او through channels، والفاسيليتد كارير. شو يعني؟ يعني الباسف ترانسبورت يستخدم الكاريرز ويستخدم الشانلز. Yes, true. يستخدم الكارير ويستخدم الشانل، بينما الاكتف ترانسبورت اونلي يوز كاريرز. اوكي، والاكتف ترانسبورت لما بده يستخدم الكارير بده طاقه،
بينما الباسيف ما بده طاقه، مع انه بيستخدم الكارير بس ما بده طاقه. هاي الصوره مش راح احكي غير عن اول شغله فيها بس، الديفيوجن اللي هو باسيف ترانسبورت. بقيه الكلام كلياته راح ناخذه بالمحاضرات تبعت الاسبوع الجاي، اوكي؟ بس هذا الجدول بوضح لنا كل الشغلات اللي لازم نعرفها في هذا الموضوع، يعني جدا بسيط. اول شغله حكينا الديفيوجن اللي هو الباسيف ترانسبورت يقسم الى قسمين، سمبل وفاسيليتد. السمبل حكينا دايركتلي او ثرو شانلز، ما في فرق بيناتهم، اوكي؟ شو يعني داون هيل وشو يعني اب هيل؟ داون هيل يعني along the concentration gradient، من الهاي لللو، والاب هيل عكس، بيكون من اللو للهاي. اوكي، فالسمبل ديفيوجن ما بده كارير، ما بده طاقه، ما في صوديوم كونسنتريشن، بس يعني هذا جدول في كل شيء راح ناخذه بالمحاضرات. هي ملخص كلياته هون. فسيلات الديفيوجن داون هيل بده كارير بس ما بده طاقه، اوكي؟ راح ناخذ بقيه المواضيع في المحاضرات الجايه، تمام؟ هلا هيك بكون خلصت، بس ضل اوضح اخر شغله. شو يعني لما يكون في كارير يعني ساتوريشن؟ هلا لما يكون في عندي 100 كارير، كل واحد منهم راح ينقل موليكيول واحد. فاذا كان في عندي 200 موليكيول، اوكي، راح ينتقلوا عن طريق خطوتين. اول خطوه بيروح 100 منهم، ثاني خطوه بيروح ال100 الثانيين. فالترانسبورت اللي بيستخدمه كارير depend on the number of carriers، يعني بيعتمدوا على عدد الكاريرز الموجودة عندك، يعني limited، okay؟ يعني في لهم إشي اسمه Vmax. ال Vmax ما حبيت أحكي عنه هون لأنه الدكتور ما حكاش عنه كثير، رح نحكي عنه في المحاضرات الجاي بالتفصيل. بس اتذكر إنه أي إشي له كارير limited to the number of carriers، يعني depend on the number of carriers، بقد الكاريرز اللي عندك بتقدر تنقل. عندك 100 كارير بتنقل 100 مولكيول per second مثلا، اوكي؟ بينما سمبل ديفيوجن ما بيعتمد على الكاريرز، اوكي، شانل ودايركتلي، فقد ما في عندك مولكيولز بتتحرك، اوكي، بس بيعتمد على الكونسنتريشن، يعني اذا في عندك كونسنتريشن كثير المولكيولز بتتحرك without any limit، بينما الكارير limited to the number of carriers، اوكي؟ ان شاء الله هيك نكون خلصنا هاي المحاضره اللي اخذناها باول اسبوعين. بتمنى لكم كل التوفيق. زميلكم عمر سواس، أي حدا عنده أي ملاحظة ممكن بس يبعث لي على الفيسبوك، وإن شاء الله هاي الفكرة بنطورها مع الوقت إذا عجبتكم بإذن الله.